للوقوف أكثر عند تزايد نفوذ ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في مناطق شمالية العراق وتمركزها في قضاء مخمور التابعة لنينوى، في ظل سكوت غير مبرر من الحكومة مع هذا النفوذ، ينضم إلينا عبر الهاتف من هلسنبورغ من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية السيد فرات خورشيد. أستاذ فرات، بداية مرحبا بك. مخيم مخمور يضم عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، بما تفسر تراجع الجيش الحكومي الذي كان يطوق المخيم عن اقتحامه؟ أهلا بك أخي الكريم، جميع مشاهديك الكرام. طبعا بالنسبة للعراق أصبح مرتع للكثير من الأطراف المصنفة إرهابيا، أن ما حصل في مخمور يعني إشارة للضعف الحكومي، وكذلك بنفس الوقت هو إشارة للتخاذل، يعني لا نسمي الضعف وعدم قدرة الجيش على أن يفرض سيطرته على المخيم أو بناء أسوار أو ما شابه، ولكن ضعف الإرادة الحكومية في تنفيذ ما يشير إلى سيادة الدولة. هو مخيم للاجئين منذ سنة 1998 يضم لاجئين أكراد من تركيا، انتمى أغلبهم في الفترة الأخيرة إلى حزب العمال الكردستاني الفككة المصنف إرهابيا، ولكن عدم قدرة الدولة العراقية على السيطرة على هذا المخيم تسبب بأزمة دبلوماسية مع تركيا، وبنفس الوقت تسبب في خلل أمني في شمال العراق في مدن كردستان. إلى أي مدى تعتقد أن الدور الوظيفي الذي تلعبه تلك الميليشيات بالتعاون والتنسيق مع إيران تمنع من تحجيم نفوذها في كردستان العراق؟ وصفت أن هذا أقرب إلى التخاذل، وأيضا يعني وصفت أنه ضعف الإرادة الحكومية، ولكن هذا الأمر هل يمنع تحجيم نفوذ الميليشيات في كردستان العراق؟ نعم بالتأكيد، بالنسبة لحزب العمال الكردستاني له علاقات وطيدة مع الحرس الثوري الإيراني، وإن لم تكن بشكل مباشر ولكن من خلال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، وهذا ما تبين واضحا في قضية سقوط المروحية في منطقة دهوك، المروحية التابعة لحزب العمال الكردستاني، ووجود حزب العمال في منطقة سنجار ثم اتخاذه من مخيم مخمور كملاذ آمن للعوائل وللناشئة الذين يقومون بتهيئتهم وتدريبهم ايديولوجيا وعسكريا ايضا في مصلحة ايران، لان ايران تسعى لاستمرار الخلل واستغلال حزب العمال الكردستاني التركي للاضرار بتركيا، حتى تبقى ايران هي الدولة الوحيدة المسيطرة على العراق دون أن تسمح لأي طرف آخر بالتدخل، خصوصا طيب. بعد بوادر بتدخلات تركية. أستاذ فرات الآن نرى تصاعدا في نفوذ هذه الميليشيا، ميليشيا حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، وأصبح مصدر توتر إقليمي، خاصة مع عدم وجود أي رادع من السلطات في بغداد. خلال هذا التوقيت، خلال هذه المرحلة، بما تفسر هذا التصاعد لنفوذ ميليشيا حزب العمال؟ هذا التصاعد لنفوذ ميليشيا حزب العمال جاء من الدعم الإيراني لحزب العمال، وبنفس الوقت تزامن مع الخلافات التي نشأت بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان، وخاصة أن العلاقة السيئة بين حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي بسبب يعني مواقف لزعامة القومية الكردية ما بين الحزب الديمقراطي وحزب العمال. هذا كله لا يمكن أن ينشأ نفوذ لأي طرف ما لم يكن هناك دعم دولي أو من دولة على الأقل. الأكراد في إيران لا يوجد لهم دعم، تجدهم ضعيفين غير قادرين على تحقيق أي هدف من أهدافهم، بينما إيران تدعم الأكراد في تركيا، ولهذا ليس حبا في الأكراد بقدر ما هو كره في تركيا وسعيا لزعزعة أو إخافة إقليم كردستان العراق بأننا قادرون على أن نتدخل في أمن الإقليم من خلال أكراد موجودين داخل الإقليم. طيب، وليس من خلال طيب رغم أنها أشارت أو عذرا رغم أنها أشارت لهذه النقطة من خلال حالات قصف المطار في أربيل وما شابه.
أيضا يعني بالإضافة إلى ما ذكرتم أستاذ فرات، إلى أي مدى ترى أن تصاعد نفوذ حزب العمال هو نتاج طبيعي لاتفاق سنجار؟ اتفاق سنجار الذي خلف بحسب ما يصف مراقبون خلف وضعا رخوا للأمن، ما سمح لنفوذ أكبر لتلك الميليشيات، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أكيد أتفق 100% أن ما يحصل في مخور هو امتداد لما حصل في سنجار ولا زال مستمر. يعني حزب العمال الكردستاني اعتبر أن مخمور هي امتداد بسنجار ولكن بشكل يعني أقل تسليحا ظاهرا. يعني ما يحصل في سنجار هو ميليشيات وقوات عسكرية مباشرة، ولكن في مخمور يستخدمونه كملاذ. ولكن الرفض الذي واجهه الجيش العراقي من قبل ساكني قضاء مخمور، عفوا مخيم مخمور، في تسييج المخيم او فرض سلطه الدوله عليه، يؤكد بان هذا امتداد لما يحصل في سنجار من خلال رفض فرض سلطه الدوله في قضاء سنجار وتدخلات الحكومه المركزيه او الجيش. نحن لا نفهم كيف يمكن لاي دوله ان لا تستطيع السيطره على مخيم للاجئين موجودين على اراضيها، رغم احترامنا لكل حقوق اللاجئين وقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص وحمايتهم، ولكن أيضا على اللاجئ أن يتبع قوانين الدولة التي يقيم فيها ويحترم الإجراءات الحكومية، طالما هذه الإجراءات لا تمسه بقدر ما هي تسعى للحفاظ على أمنه وعدم السماح بأن يكون هو سببا في خلخلة أمن البلد المتواجد فيه. أخيرا يعني لو وصفنا تداعيات تزايد نفوذ ميليشيا حزب العمال الكردستاني، بالتأكيد لهذه التداعيات نتائج يعني منتظرة أو متوقعة، ما هي؟ يعني أبرز تلك النتائج هو تدهور العلاقة من جديد بين العراق وتركيا بسبب ما يقوم به حزب العمال الكردستاني من عمليات إرهابية في تركيا ثم اللجوء إلى الأراضي العراقية. خلال الفترات السابقة كان نشاط حزب العمال الكردستاني يعني السابق قبل 10 أو 15 سنة في مناطق جبل قنديل التي جزء منها في إيران، وكان يلجأ إلى إيران. أما الآن إيران تنأى بنفسها عن إدخال أفراد من حزب العمال الكردستاني التركي إلى أراضيها، لكنهم يجدون الملجأ والملاذ في العراق، وبالتالي سيصبح العراق هو المسؤول الوحيد عن إيواء هذه العصابات التي تسبب أزمة ما بين العراق وتركيا. نعم، من هلسنبورغ من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية السيد فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك.